شارة النصر شارة النصر السبع لينا وإذا رفع السبع لينا وإذا رفع السبع لينا وإذا رفع السبع لينا وسوا اليوم سوا غدا وسوا اليوم سوا نظموا اليوم وقفة احتجاجية عارمة في إطار البرنامج النضالي اللي صدروا المكتب النقابي لمديرية التنظيم والمنازعات. هذا البرنامج النضالي اللي تيتضمن أربع اعتصامات يوم الاثنين 21 ثلاثاء 22 أربعاء 23 والجمعة غدا 25 واليوم الخميس ننظم وقفة احتجاجية في هذا في إطار هذا البرنامج النضالي الذي نخوضه في إطار معركتنا النضالية المفتوحة. هذه المعركة النضالية اللي تنخوضها ضد الاستبداد، ضد الحقرة، ضد تسميم أجواء العمل، ضد سحب الملفات من الأطر، ضد كل ما يمكن أن يمس بكرامة الموظف بهذه المديرية وبالإدارة المركزية والموظف بشكل عام. لذلك فنقوم اليوم بهذه الوقفة الاحتجاجية بمشاركة الإخوة والأخوات أعضاء المكاتب النقابية للإدارة المركزية والأعضاء المكاتب النقابية بالجهة وبالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا وكذلك بمناضلنا ومناضلتنا بمؤسسة الأعمال الاجتماعية. والراحل ولا بد والراحل ولا بد.